السلام عليكم طلاب جميعا. اليوم نكمل محاضرة جديدة عنها عن الزيوت، الزيوت الطيارة بالتحديد. بالبدء نشوف أنواع الزيوت اللي موجودة عندنا عادة، هي الزيوت الثابتة أو الدهون، الزيوت الطيارة، الزيوت المعدنية، وهاي الزيوت تكون عادة مشتقة من البتروليوم إيثر، وزيوت التخمر اللي هي عبارة عن يعني مشتقة من الكحولات أو مخليط من الكحولات. الزيوت اللي متواجدة بالنباتات واللي راح نتكلم عنها هي الزيوت الثابتة والزيوت الطيارة، وبالتحديد الزيوت الطيارة. لكن راح نبدي بمعرفة أول شيء الفرق بين الزيوت الثابتة والزيوت الطيارة، fat and oils والessential oils. نجي على الزيوت الثابتة، vegetable fats and oils. الزيوت الثابتة أو الدهون هي عبارة عن جليسريدات ثلاثية، triglycerol. إنزين شنو نقصد بالجليسريدات الثلاثية؟ يعني هنا عندنا مجموعة أستر، إنزين أستر متصلة بحامض دهني، ثلاث مجاميع أستر، جليسيرول مشتقة من الجليسيرول، متصلة بأحماض دهنية. هاي سلسلة الأحماض الدهنية اللي عبارة عن هي كربون وهيدروجين، قد تكون أطوالها مختلفة، قد تكون قصيرة أو قد تكون طويلة، قد تكون مشبعة وقد تكون غير مشبعة. يعني مشبعة ما تحتوي على دبل بوند، يعني تكون كلها وان بوند، هنا أنا غير مشبعة تحتوي على دبل بوند بين ذرات الكربون، قد تحتوي على وحدة دبل بوند أو اثنين أو ثلاثة أو متعددة. عموما هاي كلها راح نسميها دهون. شنو اللي يميز الدهون الثابتة؟ عندنا بيها صفات من خواصها ان هي كثافتها اقل من كثافة الماء، يعني من نحط هسه زيت وماء اكيد راح نشوف الزيت راح يطفى فوق الماء، لان يعني الكثافة مالت الزيت اقل من كثافة الماء. وهاي الصفة عادة هي مشتركة بين الزيوت الثابتة والزيوت الطيارة، يعني اثنينهم كثافتهم اقل من كثافة الماء. الشغلة الثانية ان احنا ما تذوب بالماء، فاكيد احنا من نحط زيت وما يذوبون ما يمتزجون، انما الذوب بمذيبات مثل الايثر والكلوروفورم والبنزين. يعني دائما الزيت اذا مثلا حتى لو زيوت مو نباتية مثل الزيوت المعدنية، الشخص ايده مثل عويسة زيت او دهن او زيوت البيض بيض، دائما اللي يزيلها مركبات مثل البنزين، يعني يغسلون ايدهم ببنزين او نفط حتى تروح هذه الزيوت، لان تذوب بيها ما تذوب بالماء. زين الشغلة الثالثة اللي تميز الزيوت الثابتة عن الزيوت الطيارة، ان هي لا تتطاير في درجات الحرارة العالية ولكنها تتحلل. يعني احنا الدهن عندنا فرضا لما نخليه على النار فترة طويلة يبدي يدخن، يسوي لنا سموكينج، يوصل لدرجة السموكينج، بس هو عموما بدرجات الحرارة ما العالية ما يتطاير، في حين انه هو الزيوت الطيارة مجرد ما ترتفع درجة الحرارة فوق 25 عادة تبدي تتطاير هاي الزيوت الطيارة، تتطاير يعني تتبخر، بس هنا لا تتحلل، تبدي تتحلل الزيت مالتنا. فالزيوت الثابتة او الدهون لا تتطاير ولكنها تتحلل. راح نشوف الزيوت الطيارة بالعكس، ما تتحلل لكنها تتطاير. بعد شنو نسبة الزيوت الثابتة أو الدهون بالنبات أعلى من الزيوت الطيارة، نسبتها تصل إلى 30 إلى 40%. زين إحنا شنو قلنا هاي الزيوت؟ قلنا هاي الزيوت المشبعة والثابتة، قد تكون الزيوت الثابتة إنه قد تكون مشبعة أو غير مشبعة. مشبعة يعني نشوف الأواصر بين الكربون والهيدروجين فقط وان بوند، آصرة واحدة. الغير مشبعة قد تتواجد أكو عندنا دبل بوند. إنزين شنو مميزات الزيوت المشبعة؟ إن هي تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة، يعني مثلا خصوصا هسا عندنا مثلا بالعراق بالشتاء نشوفها صلبة، لما ترتفع الحرارة يلا تذوب، أو مثلا إذا نخليها بالثلاجة تكون صلبة إلا نحميها يلا تذوب. عادة هاي نسميها saturated fat، مثال عليها زيت جوز الهند أو زيت النخيل. أي واحد عنده زيت جوز الهند يشوفه بالشتاء يتصلب، لازم يدفيه يلا يبدي يموع. أو بالصيف لما تكون درجة الحرارة عالية يعني أكثر من 30-35 نشوفه يلا يصير صلب. إنزين بعد صلبة في درجة حرارة الغرفة، درجة غليانها عالية ومقاومة للأكسدة. يعني طبعا هاي الخاصية تميزها عن الانساتوريتد فاتي اسيد اللي هي تكون سريعة التأكسد
ودرجة غليانها أقل من الساتوريتد فاتي أسيد. يعني لما نطبخ مثلا، لما نطبخ بزيوت مشبعة ما توصل إلى درجة الغليان بسهولة، إنما تأخذ وقت طويل يلا توصل لدرجة الغليان، وهذا الشيء جيد لأن حتى ما توصل لنقطة السموكينج بوينت، الدخان اللي يسبب لنا سمية. مثال عليها قلنا زي جوز الهند والبالم أويل. زين طبعا إلها مصادر حيوانية، إحنا نحكي عن النبات بس لو نجي نحكي عن المصادر الحيوانية إلها، هي الشحوم اللي موجودة ويا اللحم، الدهون الشحوم أو الدهون اللي موجودة ويا اللحم هي أيضا تعتبر مثل الدهن الحر وغيره، يعني يعتبر زيوت مشبعة. الزبدة تعتبر زيوت مشبعة، نشوفها صلبة بدرجة حرارة الغرفة ومقاومة للأكسدة ودرجة غليانها عالية. الزيوت الغير مشبعة قلنا تحتوي على عصرة مزدوجة، عادة تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة. مثال عليها مثلا هاي زيوت اللي نستخدمها بالطبخ، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت الزيتون، كلها سائلة في درجة حرارة الغرفة، درجة غليانها أقل من درجة غليان الزيوت المشبعة وحساسة للأكسجين. انزين الزيوت الغير مشبعة قلنا قد تكون عندنا الزيت، يعني شوف السلسلة مالت الأستر المتكونة بها حامض دهني، قد تكون عندنا عصرة واحدة فقط هي دبل بوند، فهاي راح نسميها مونو انساتوريتد فات، زيوت غير مشبعة عادية، أو قد تحتوي على أكثر من عصرة فراح نسميها بولي انساتوريتد فاتي أسيد، أكثر من عصرة واحدة. مثلا مونو ساتوريتد يعني عصرة واحدة هي مثلا عليها الأوليف أويل، زيت الزيتون أو البينات أويل أو الأفوكادو، زيت الأفوكادو هاي تكون عادة مونو. زين لو نشوف التركيب مال الزيوت بصورة عامة، ماكو زيت يعني عادة الزيوت ما تحتوي على نوع واحد من الزيوت فقط، يعني حس حتى مثلا الزبدة قلنا بيها مشبعة ساتوريتد، إنزين لكن بيها نسبة أقل عن ساتوريتد. نجي على زيت الزيتون أو البينات، إنزين شوف زيت الزيتون بنسبة هواي مونو عن ساتوريتد، يعني زيوت غير مشبعة أحادية وبنسبة قليلة مشبعة وبولي عن ساتوريتد. إنزين بعكس زيت السمسم أو زيت عباد زهرة الشمس أو عباد الشمس اللي هي تكون بيها نسبة هواي، شوف هذا اللون الأزرق اللي هو عبارة عن زيوت غير مشبعة متعددة، زيوت غير مشبعة متعددة يعني بيها أكثر من دبل بوند، ومونو ساتوريتد بيها أيضا وساتوريتد بيها نسبة قليلة فقط 10%. الزيت عموما يحتوي عليه كل الأنواع لكن بنسب مختلفة، فأحنا نطلق عليه على النسبة الكبيرة، يعني الأوليف أويل رأسا نقول هو غير مشبع أحادي، زيت عباد الشمس غير مشبع متعدد. إنزين طبعا غير بولي أنساتوريتد فاتي أسيد، بالإضافة الولنت زيت الجوز أيضا بي شاي سيد بي قلنا زيت ذرة زيت عباد الشمس كلها تحتوي على بولي أنساتوريتد فاتي أسيد. من الزيوت المهمة اللي بي البي أهم زيت بي أوميغا 3 اللي هو معروف بأهميته الصحة الإنسان، يعتبر من الزيوت الغير مشبعة المتعددة. نشوف عندنا ثلاثة لأن يسموه 3 أوميغا 3 لأن بي ثلاث أواصر دبل بوند عادة تكون في النهاية لما تتواجد في النبات، يعني الأوميغا 3 لما يتواجد في النبات يكون عبارة عن السلسلة الدهنية 18 كربون، لكن إلها مصادر حيوانية تكون 20 و22. عادة الإنسان ما يقدر يصنعه اللي هو نفسه نسميه لينوليك أسيد، فيتناوله عن طريق الأغذية، وقلنا الأغذية اللي تحتوي اللي هي مثلا موجودة بزيت الكتان، زيت البوبي، بوبي سيد نفسه اللي أخذناه بالمحاضرات السابقة، الولنت، زيت جوز الهند، ومصادر الحيوانية هي معروفة اللي هي التونة والسمك تعتبر من المصادر المهمة إليه. طبعا أهميته هواي يعني يبطو إلى علاقة أنه هو يحمي القلب وضد أمراض القلب ومقاومة، لكن ما مثبتة هذه الدراسات علميا، لكن الشيء اللي تقريبا مثبت أنه هو إلى أهمية بالأمراض اللي تتعلق بالدماغ أو الزهايمر أو يعني الدبرشن وغيرها، الاكتئاب أنه هو يحسن الوضع مالتها. طيب
اكو نوع من الزيوت، طبعا هاي زيوت الانساتوريتد اللي بها دبل بوند بالامكان ان هي تتحول الى ساتوريتد عن طريق عمليه الهدرجه مالتها اضافه هيدروجين الها، فنشوفها راح تتحول الى هاي الزيوت. هي عاده قلنا تكون سائله، زين الانساتوريتد عاده تكون سائله، المشبعه هي تكون صلبه، فراح تحولها من الحاله السائله الها الى الحاله الصلبه لا عن طريق الفسفر، اضافه هيدروجين بعمليه فسفره اللي هي طبعا اثبتت ان هي مو زينه للصحه العامه وتسبب امراض. انزين فدائما بدت المصانع تقلل هذه الحاله. انزين نقول اذا ردنا نشوف يعني التشخيص العام للزيوت شنو هي المفيده وشنو هي غير المفيده، دائما النظره العامه حاليا انه هو الانساتوريتد فات، الدهون الغير مشبعه سواء المونو او البولي، يعني مثل زيت الزيتون المونو، البولي مثل الجوز والموجود بالسلمون واللوز، هي اللي لازم يكون الاستهلاك العام مالتها اكثر. وان الساتوريتد فات اللي قلنا هي عاده ان تكون صلبه مثل زيت جوز الهند وغيره الزبده، هي اللي تكون استخدامها اقل، يعني مثلا اقل من 10%. زين بالرغم من انه هو اكو طبعا ربطوها بوقتها، ربطوها ان هي مسؤوله هذه عن امراض الضغط وامراض القلب وال يعني امراض المتعلقه بالشرايين، بالرغم من انه هو اكو دراسات تقول بالاوقات السابقه كانوا اليونان والميديتيريان يستعملون هواي من هاي الزيوت فكانوا اقل اصابه بالامراض، بس لحد الان يقولون اوكي فهو ممكن نستعملها بس ما يزيد نسبتها عن 10%. فايضا يعني هاي الدراسات عموما يعني وبدوا يعني حتى انه هو كانوا يقولون ان هي السبب لنا قلب وامراض الشرايين وتصلب الشرايين، لكن الدراسات الحديثه قالت لا هاي الزيوت ما لها علاقه وبالعكس قد تكون هي مفيده، لكن مع هذا ان هي ترفع الكوليسترول بلا ان استخدامها الكثير لحد هسه مثبت انه هو يرفع الكوليسترول. ترانس فات قلنا لما الانساتوريتد تتحول الى ساتوريتد تصير ترانس فات وتدخل بعمليات البروسس اثناء تصنيع الاغذيه، الكوكيز، الطبخ او كاتب بانواع مثل البرجر وغيرها يسوون به دهون تكون متحوله، فهذا يكون عاده مضر للصحه. انزين فائده الدهون، عاده الدهون الثابته هي مو بس فقط بعمليات الطبخ والاكل، انما تدخل باشياء ثانيه مثل عمليه صناعه الصابون عن طريق الصوبنه اضافه قواعد قلويه وراح يحولها الى صابون، او تدخل بالوارنيش، الوارنيش اللي هي ماده لاتنجيه ايضا راح ناخذها انه هو احنا نمسح الاخشاب حتى تمنع الرطوبه الها او السوائل الها بماده تنطيها لمعه وتمنع الرطوبه مالتها، فهاي اصلها كان هو الزيوت النباتيه مثلا قلنا بذور الكتان، هاي بذور الكتان قلنا تحتوي على اوميجا 3.